برج الحمل، مهنياً تحاول الصعود للقمة وتبذل المستحيل، ولكن الأفضل الصعود خطوة يتلوها خطوة كي تصل سريعاً. عاطفياً، تبذل اليوم جهداً استثنائياً في حل مشكلة عاطفية قديمة ومستعصية، وستنجح باستعمال ذكائك. برج الثور، مهنياً يطلب منك اليوم الكثير من المهام وتنجح في إنجازها، وهذا يجعلك تشعر بالفخر. عاطفياً، تتعب من عناد الحبيب أو الشريك وأسلوبه في التعامل معك ومع الآخرين، وقد تتخذ قراراً بالابتعاد عنه لفترة. برج الجوزاء، مهنياً طموح ورغبة لصنع أشياء كثيرة يبدأ بالتحول إلى حقيقة واقعة، وهذا يجعلك سعيداً ومتفائلاً. عاطفياً، تشعر بالملل وتبحث عن التغيير والتجديد، غير أسلوب حياتك وانتصر على الروتين وستجد السعادة. برج السرطان، مهنياً تترك أمورك المهنية للصدفة دون أن تتحكم بها، رغم أنك تعلم بأن السفينة بدون قيادة وتحكم تذهب في مهب الريح. عاطفياً، حياتك العاطفية الغير متوازنة تأخذك إلى المجهول، استعمال العقلية يضعك على الطريق الصحيح. برج الأسد، مهنياً أمامك عدة خيارات لإقامة مشروع، لا تتردد واستفتي قلبك واختر إحداها وتوكل على الله. عاطفياً، تتهرب من حسم أمر شائك وهام يتعلق بالعائلة، تأجيل الحسم ليس من مصلحتك، واجهه بحكمة. برج العذراء، مهنياً يعرض عليك شراكة خارج إطار عملك وخبرتك، لا تتسرع وادرس الموضوع بشكل جيد واستعن بذوي الخبرة. عاطفياً، دع الأنانية وحب الامتلاك والتمسك بآرائك الخاطئة، وستجد الشريك أو الحبيب في منتهى الانسجام والتفاهم والعطاء. برج الميزان، مهنياً 3 أفكار هامة تدور برأسك لتحسين وضعك المهني، ابدأ بتنفيذ الواحدة تلو الأخرى وسوف يكون النجاح حليفك بإذن الله. عاطفياً، تغضب من الشريك أو الحبيب بسبب بعض الشائعات الغير صحيحة، لا تظلمها ومن الأفضل البحث والتحقق منها وستجد أنها كاذبة. برج العقرب، مهنياً تشعر بالغرور وتدافع عن قناعاتك بفوقية وتبدو فعالاً ومنطقياً، ولكن الفلك ينصحك بكتمان بعض القناعات للوقت المناسب. عاطفياً، مزاجك المتغير يؤثر على علاقتك العاطفية مع الشريك أو الحبيب بشكل سلبي، حاول إدخال السعادة إلى حياته ولو بكلمة حلوة. برج القوس، من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنانة سهير الباروني، والفنانة فايزة أحمد، والفنان تامر كرم، والفنان جمال حمزة. مهنياً، يعرض عليك بعض الأعمال، كن حذراً وتحفظ إزاء أي عرض أو اقتراح، ولا تقدم على أي مبادرة إلا بعد الدراسة المستفيضة. عاطفياً، صدفة غير متوقعة تغير حياتك العاطفية إلى الأفضل، ويكون لها وقعاً إيجابياً في حياتك العملية والاجتماعية. برج الجدي، مهنياً تجد الدعم النفسي والمعنوي من الأهل والأصدقاء في مشروع تبدأ بتنفيذه. عاطفياً، سوء تفاهم عاطفي سببه الشائعات والنميمة والحسد، كن واعياً وحاول اجتياز الأزمة بهدوء وعقلانية. برج الدلو، مهنياً لقاء مع أشخاص مميزين يعيد لك حيويتك ونشاطك، حيث تتجاوب مع بعض العروض المقدمة منهم والتي تسهم في تحسين وضعك المادي والمعنوي. عاطفياً، تفتقد الحب الحقيقي وتعيش الضياع العاطفي وتمارس حريتك بدون قيود، وهذا ليس من مصلحتك. برج الحوت،
مهنياً تحصد ثمرة جهودك وكفاحك، وتفتح أمامك سبل النجاح والثروة، ولكن احذر من أحد الأقارب. عاطفياً يحسم الصراع الذي تعيشه منذ فترة بين حب غير مشروع وبين واجبك نحو الشريك أو الحبيب، وينتصر الواجب.